طبعا لعب او مدير فني كبير جدا، ويعني ولعب قدام الاهلي بشكل كبير، ويعني يكفي الكلمه اللي انت قلتها له كابتن. لا بص يا هاب، انا اكتر حاجه عجباني في كابتن نبيل، انا بحبه برضه قوي يعني، بحبه جدا طبعا. حتى زي ما بقول لك انك لعيب او مدرب، لكن هو على المستوى الشخصي كمان انت تعرف الشخص من طريقه كلامه. هو اللي بيتكلم باحترام حلو قوي على الاهلي والترجي، عارف قيمه الناديين. يعني بقول لك لازم في نهايه البطوله لازم تلاقي اهلي وترجي، بتكلم على ناديين ليهم قيمه كبيره جدا جدا جدا. طبعا النادي الاهلي حدث ولا حرج، يعني انا ممكن اتكلم ايام عن النادي الاهلي ومش هيدي له حقه طبعا. ترجي اسم كبير جدا وده موجود في النهايات، فطريقه الكلام حلوه قوي، فيها تحس فيها ود، فيها ما فيش الشده بتاعت النهائي. في بلاد تانية يا اهاب في شده استمتاع، بس كلنا مستنيين نستمتع، كله مستني يعني نهائي يليق باسم النادي الاهلي والترجي. فنان يبقى كويس قوي، وده بقول لك المكتوب اللي يفوز بالكاس يفوز، وان شاء الله يبقى النادي الاهلي. لكن احنا عايزين تطلع مباراه في هنا في مصر الاول، مباراه كويسه ان شاء الله، وفي تونس يبقى النهائي كويس جدا ان شاء الله. ان شاء الله تكون مباراه كويسه ومباراه كبيره جدا، زي ما قلنا الفرقتين كبار جدا. مباراه البدايه مباراه مهمه، لكن استعدادات البدايه ظهرت في الوصل، والبعض ظهر يعني الان. وقلنا ان المباراه دي دايما بتاخد وضع، كان ده سؤالي قبل ما يدخل الكابتن. هي وضع ان انت مش يعني مش هتبقى مركز في 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 المباراه، مهما بنقول فصلنا عن اللعيبه وما فيش الكلام ده، في 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 لعيبه بتعرف تفصل، لكن معظم الايام ما بيفصلش، الى جانب ان انت كنت مريح ناس كتير جدا في مباراه الوصل. لكن انا عندي شويه حاجات على مباراه الوصل انا مش عاجباني على مستوى الشخص ومستوى الفريق. زي معظم اللعيبه مش مركزه في مباراه، حتى اللي هي مش بعيده عن افريقيا، ده امر طبيعي، حتى اللي هي مش بعيده عن افريقيا. انت حتى البعيد ما هو شايف انه مش هيلعب، لكن هي فرصه كويسه، فرصه كويسه، وقلنا اللي يجي فرصه يمسك فيها. بس مهما كان ياب انت لابس فانيلة النادي الاهلي، بس دي تعني كثير لاي حد بغض النظر عن بتلعب مين. وقبل ما اتكلم على الاهلي، كل الاحترام والتقدير لفريق الوصل الاماراتي على المباراه الرائعه اللي عملها مع النادي الاهلي. مباراه رائعه، لعب على قد امكانياته. الفرق هنا يا ايهاب هو عارف بيلعب مين، احترم النادي الاهلي قوي قوي، وعارف بيلعب ده النادي الاهلي بغض النظر على الاسماء. دايما التيشيرت على النادي الاهلي وفانيلة النادي الاهلي تكفي لوحدها. عشان كده هو احترمها، لعيبه الوصل احترمت لعيبه النادي الاهلي. انا بقولش النادي الاهلي ما لكن مش هو التركيز. لا، وتشيرت النادي الاهلي ده عشان امبارح انا كنت يعني متواجد كده مع الكابتن خالد بيبو استاذنا الكبير كاتبنا العالمي الكابتن الاستاذ يوسف معاطي، فبنتكلم، فقال له يا استاذ يوسف تيشيرت الاهلي ده لما بتلبسه وعليه الشعار بتتحول بتبقى واحد تاني. مشكله طبعا، مشكله واحد تاني، مشكله. الشعار ده او اللوجو ده ما ينفعش، فلازم تبذل اقصى جهد عندك، لازم مسؤوليه. انت بتتجاب، انت كل اللي بتشتغل فيه كل امنيتك انت عايز تلبس فانيله النادي الاهلي، بس دي مسؤوليه في حد ذاتها، والجماهير هتحاسبك عليها بغض النظر مين المنافس. انا ما بتكلمش عن المنافس، انا بتكلم عليك انت. انت النادي الاهلي الاحترام الكامل للمنافسين، بس انت في الاول والاخر النادي الاهلي بس. تروح عامل نقطه كده وتسكت، لان هي خلاص الكلمه دي مش محتاجه كلام بعدها، انت حضرتك النادي الاهلي كويس. فانت شفت ان في تقصير مع مباراه الوسط، في بعض تقصير، في بعض مش مركزين، في مفاجاه من مستوى الوصل. وبعدين لو اتفاجئت اثناء المباراه يا ايهاب دي مشكله، بس برافو عليك عشان تدخل مباراه تاني بقى فيها صعوبه جامده جدا، مش اي لعيب يقدر يعمل كده. الارتكان على مباريات الوصل الاخيره في الدوري وتراجع ترتيبه للمركز الثامن ممكن في مسابقه الدوري، لكن هو الإمارات جاي من الامارات عارف بيلعب النادي الاهلي ونفسه مفتوح، عايز يأدي بشكل كويس. بالظبط، هو عايز، وكان لسه مغير مدرب وطني عائد يلعب النادي الاهلي، فلو قدم مباراه كويسه الناس كلها تنسى كل اللي فات ده ويتكلموا على المباراه دي وتبقى بدايتهم. هو ده اللي عمله الوصل. عشان كده زي ما بقول لك انا احترم النادي الاهلي كويس قوي ولعب على قد امكانياته، والعكس بقى كل لعيب بذل اقصى جهد عنده، انت لا، مش كل لعيبه بذل اقصى جهد عندك، وده ما ينفعش في الكوره عامه، ما ينفعش. وفي النادي الاهلي كمان لا، ربما برضه حاله التركيز اللي عليها الجهاز الفني كله بالمجموعه الاساسيه دي بتنعكس عند المجموعه الثانيه برضه، ما هو شايف التاهب والاستعداد، هم برضه الجو مش عايز اقول متوتر، هقول لك كله مشدود. هقول لك حاجه، لو مباراه الوصل ما كانش بعدها النهائي بتاع الترجي كنت هتشوف مباراه ثانيه. انا بتفق معاك في النقطه دي، انا بتفق معاك. لو مباراه الوصل ما فيش نهائي كنت هتلاقي مباراه ثانيه خالص. بس النهائي واخد الناس كلها، طبيعي واخد الناس كلها، لكن سبحان الله دايما كده يعني، الحمد لله طبعا دي نعمه كبيره جدا، دايما ربنا معانا، مع بيحب يفرح جماهيره، ما بيحبش يطلعوا زعلانين اللي جايبين لعيبه النادي الاهلي. فاخر سنه كده بتتعادل،
دايما كده في الثواني الاخيره سبحان الله ربنا دايما بيكرمك بحاجه. يعني كنت ممكن تطلع خسران في المباراه دي وعلى فكره لو خسرت المباراه دي لا ده صح مش هقول لا انت كنت لا انت كنت تستاهل خساره في المباراه دي لكن سبحان الله ربنا دايما بيبقى لطيف على 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 النادي الاهلي عامه ولاعيبته وجماهيره. الفرقه بتضغط او اللعيبه كله بيأدي. ايوه ماشي انا معاك وانت ليه تستنى ما تضغط؟ ليه الميزه اللي عندك اللي انا دايما بكلمك عليها انت بدايتك استغل بدايتك استغل اسمك استغل لعيبتك بدايه دايما في مباراه الكره الكبيره يقول لك لازم تاخد انت البدايه بس. في مباراه وفاق سطيف الاهلي عمل مباراه الذهاب ممتازه جدا خد البدايه في مباراه العوده فاق سطيف زاد بهدفين في الوصل الاهلي خد البدايه فبدايه الاهلي قويه في المباراه الاخيره لكن ايه اللي بيحصل بعد البدايه القويه؟ لكن مش مؤثره لما تبدا جامد لازم تبقى في حاجه مؤثره. يعني انا كسبان هنا 2-0 وبلعبك في الجزائر وجبت الهدف الاول كده انا نهيت المباراه. هنا بقى بيحصل العكس انت قلت ايه؟ قلت ايه دلوقتي؟ نهيت المباراه كانت انتهت؟ ما كانتش انتهت لسه طبعا بس مباراه الكوره فيها العجب يا ايهاب زي بقول لك ايه احنا اتكلمنا في البدايه لعيبه الاهلي خبرات بس ما انا بقول لك عشان دي في بدايه في بدايه الاستوديو اتكلمنا فيها ايه انا قلت لك ايه؟ تركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه في 180 دقيقه مش في 90 دقيقه هو ده اللي هيفرق معاك مباراه واحده بس شوطين شوط هنا القاهره وشوط في تونس ان شاء الله. الشوط الاول يمشي ازاي خاصه ان المنافس الفرقه الكبيره الترجي بتلعب في مصر كويس ونتائجها هنا ايجابيه وبيعرف يلعبك في القاهره كويس قوي طبعا وعارف مميزاتك وعارف كل حاجه وبيقدر طبعا. يحرق الوقت في المباراه ما تحس بيضيع وقت بس بذكاء ما يخش ويقدر بس فرق الكوره بالظبط انت مطلوب منك حاجه اول حاجه استغل جماهيرك ضغطه من اول ثانيه في المباراه مع جماهيرك العظيمه الكبيره دي اللي موجوده من الجمعه ان شاء الله الموضوع هيتغير الموضوع بيتغير تماما يا بس ضغطه صح ضغط ايجابي مفيش مشاكل سيبها وراك مفيش مساحات تضغط فرقه الترجي من الاول ما تدوش الكلام اللي كان بيتكلم عليه كابتن نبيل دلوقتي ان هو يعرف يلعبك وهو بيعرف يلعبك كويس وهو اكيد هو درسك كويس ولسه بيدرسك كمان وهيعرف يلعب معاك ازاي خصوصا كمان في هيقابل وليد سليمان ازاي وليد ازارو هيتعامل معاهم ازاي. يعني احنا في الكام يوم اللي فاتوا كل التليفونات اللي بندخلها من تونس لما تيجي تكلمه يقول لك وليد سليمان بالظبط اذا واضحه جدا مثلا بالزبط. ان اداء النادي الاهلي بيعتمد على وليد سليمان او لو انت وقفت وليد سليمان يبقى وقفت على خطوره النادي الاهلي وده مش بعيد عن معين الشعباني المدير أكيد الفني للترجي بس عارف. فهنا في حاجتين انت كترجي بتشتغل على وليد ازاي وانت ككارتيرون بتشغل وليد ازاي في المباراه اللي هيكون مترقب فيها 100% ماشي وليد بقى واللي معاه وليد كمان يا اهل لان هي وليد ماشي لكن من غير مساعده اللي حواليه ما يقدرش يعمل حاجه ما هو وليد لازم مساعده وليد ازارو ومش عارف اسلام الله اعلم مين اللي هيلعب كله لازم يساعد بعض فتساعد بعض كويس قوي في اللحظه اللي وليد بيفرق فيها وليد انا ممكن اسلمك نفسي عشان حد تاني يخش يعمل الدور ده بالظبط هو مركز على وليد كويس قوي انت عشان وليد يقدر يشتغل الشغل بتاعه اكيد مستكرون الناس اللي حواليه ازاي تساعد وليد لكن وليد لوحده ما ينفعش وهي دي ميزه النادي الاهلي جماعه وفي الاخر بان الحته المهاريه الراجل الخطر في كل فرق العالم كده ايهاب على فكره لكن هو كل شغله جماعي ويبقى الفرديات الحلوه بتاعت وليد بيعمل لك الفرق طبعا زي ما اتكلمت انا وانت على هدف وفاق سطيف بقول لك وليد وهو بيزق الكوره حاطط كل خبره سنينه في ازاي يحط كره دي جول لان هو عارف وليد لو حد غير وليد واحده رايحه لو حد غير وليد رايح في الانفراد ده ايهاب هيفكر بالتفكير و50-50 انما انا وليد ورايح بالكوره انا متاكد ان هي جون لان الدماغ شغاله هو ده لعيب الكوره الموهوب خبراته والامكانيات كل حاجه وعارف ان الكوره دي المباراه هو وليد وهو بيزق ورايح لحارس المرمى الكوره دي 2012 هو وليد برضه زقها وكان قدامه مدافع راح واحد ورقص وحطها جول هو ده وليد لسه بتفرج عليه دلوقتي هو ده ما انا بقول لك هو دي اللعيبه الكبيره بتلاقيها في الاوقات الكبيره ما هو لعيب كبير مش اسمه لا 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 هو مستني دي اللعيبه الكبيره دايما بقول لك في الاوقات الكبيره والنادي الاهلي طول عمره لعيبته كبيره وطول عمره كبير عشان كده انا في الماتشات الكبيره دي ما بقلقش على النادي الاهلي خالص لانه عارف ان لعيبته ما بتركز خصوصا بطوله ونهائي مع اللعيبه الممتازه دي لا الامور ان شاء الله تبقى في صالحك لكن اللي بتمناه تحسن من هنا لان هنا اصعب من هناك وكابتن نبيل قال كلمه حلوه قوي دلوقتي قال لك العكس الاهلي بيعرف يلعب في الترجي والترجي بيعرف يلعب في القاهره هنا هو ده وما زلنا في مباراه الذهاب ولكن بذكر الكابتن نبيل معلول قال لك علوله
علي معلول. علي معلول طبعا لعيب يعني انه يغيب في مباراه زي دي، وهو واحد من اللي عارفين امكانياته كويس قوي، وكان ضمه للمنتخب التونسي وعارف امكانياته طبعا جداً كان بيعتمد عليه وبيشغله بشغل كويس جدا، فبالتالي هو مدرب يقدر قيمه غياب هذا اللاعب الكبير. عشان كده بقول لك هو كان لعيب هايل ومدير فني ممتاز وعارف قيمه النجوم، وعارف قيمه وعارف قيمه النجوم في الاوقات اللي انت محتاج فيها نجومك موجوده، ولا ومحتاج حاجه وقال حلو حاجه حلوه، محتاج النجم يكون في يومه. مهم قوي قوي قوي. دايما المدير الفني بعد كده بيقول لك بتمنى الفريق النهارده يبقى في يومه، ممكن تعمل كل حاجه صح، كل حاجه كل حاجه تشتغل فيها صح الاسبوع ده، واخر حاجه بتتمناها ان بعد الشغل ده يا رب اللعيبه تبقى في يومها، لان اللي حصل العكس انت مش في ايدك تعمل حاجه خالص خالص. فبتمنى اقول يا رب اللعيبه تبقى في يومها، خصوصا اللي بيفرق معاك في المباراه، الناس اللي تفرق، وليد اذا كان اسلام، حمودي، الناس دي اذا كان في لعيب يومه، هي دي يومه بقى بالظبط. لكن مثلا تقول لي مثلا عمرو السوليه، حسام عاشور، دول عارفين هيعملوا ايه، موجودين ان شاء الله يبقوا اسلام ويبداوا المباراه، موجودين عارفين ده. دول كمان عليهم دور لا يقل عن دور وليد سليمان خالص، دور مهم جدا جدا جدا. ده الاثنين دول هم اللي هيديروا لك المباراه، الاداره المباراه كلها عند السوليه وعند حسام عاشور.